وبركاته. النهارده الحلقه السابعه من برنامج النهارده طبعا هنتعلم ازاي تتخلص من المسكات لو انت تعرضت لموقف في الشارع، يعني مثلا تكتيف الدراع، ماسكه من ورا الظهر، اللي مثلا واحد خانقك من رقبتك، ازاي تفك الحاجات دي كلها هنتعلمها النهارده. تمام، النهارده في ضيف جاي سعيد في الشرق، الاستاذ احمد عصام جاي سعيد، يعني انا اقدر اقول لكم الحركات ازاي تتخلص منها. اتفضل. دلوقتي هنشرح اول حركه اللي هي يعني واحد مكتفك من ورا ظهرك، تمام؟ يعني مثلا واحد جه كتفني كده من ورا ظهري، ازاي انا اتخلص منها؟ تمام؟ فانا طبعا ازاي افكر؟ بص كده تعالى بالكاميرا كده، هقوم انا جاي ماسك صبعه من صبعه، تمام؟ زي ما انتم شايفين هقوم جاي متك كده ضاغط، بص وانا ماسكه من هنا كده انا فكيت الحركه. طبعا الحته دي بيبقى فيها الم جامد جدا لما بضغط لورا كده، تمام؟ نعيدها تاني. نفس المسكه، لو واحد جه غفلني ورا ظهري ومسكني نفس المسكه دي، ازاي انا اتخلص منه؟ اقوم ماسك من يعني مثلا اي صبع اقدر امسكه، اقوم ماسك ضغط جامد، هو طبعا هيسيب اول ما هضغط هيسيب، ممكن انا بقى بعدها اعمل اي حركه اضغط كده او مثلا اعمل اي حاجه، المهم ان دي طريقه فكه الحركه. في طريقه ثانيه بس احنا دلوقتي نتفق من الحركه دي، تمام؟ لو واحد بقى خانقني من ورا ظهري كده، لا خانقني، واحد مثلا خانقني كده من رقبتي، ازاي انا اتخلص منها؟ تمام؟ اول حاجه او ماسك ايده كده، هو مش خانقني بسلاح، هو خانقني عادي، هو انا ماسك ايده كده وبنزل عامل كده، تمام؟ تعالى الكاميرا كده عشان يبان. هو تاني ماسكني نفس الماسكه دي، خانقني جامد مثلا، او انا ماسك الحته دي كده او نازل كده كده، تمام؟ زي ما انتم شفتوا متاكد جدا ان الاستاذ احمد حصل لك حاجه؟ لا تمام، بس في يعني تمام تاني يا استاذ احمد حاجة، تمام؟ تاني نفس المسكة، لا نفس المسكة اللي بتاعت الرقبة، تمام؟ هو دلوقتي خانقني مثلا عايز ينزل رقبتي كده، فأنا مع النزلة دي أو نازل نص النزلة دي وأنا بنزل كده ضارب هنا، الضربة دي هترجعه لورا، وبعدين أقوم رافع إيدي كده، تمام؟ دي كده عند وشه. طبعا أنا لما هديها له كده هقوم ساكت بقى ومعمل أي حاجة، هقدر ساعتها أعمل أي حاجة، تمام؟ كده انتهت حلقة النهاردة، وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. كده انتهت حلقتنا النهارده، ونشكر الكابتن احمد اللي مدللنا، متشكر جدا يا كابتن، يا رب تبقى معانا الحلقات الجايه، متشرف بحضرتك وان شاء الله لما بعدين في الحلقات الجايه وعيال الحلقات الجايه ان شاء الله. يا ربكم استفدتوا، لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك، شكرا لكم جدا، وتابعونا ان شاء الله في الحلقات الجايه.